بعد ما هند صبري بعد المسلسل بتاع البحث عن علا عملت تيك توك صح؟ ايوه على الاغنيه بتاعتك اللي هي اللي هي بتاعت ليه باكي نام. ايوه عشان ممكن تقولي الحته دي؟ يلا هي في غنيلي. حته فجاه اشتهرت بقالها شويه هي كده دي اللي هي هو ده عشان قرتي كبيره. هو انت شايفني تخينه؟ لا يكونش عاجبك قصه شعري. او ما يكونش عاجبك قصه شعري. او ما يكونش عاجبك قصه شعري. They even think I look like Miley. They even think I look like Miley. Ask around. هو ده عشان شعري مش اصفر ولا عشان مونوكيري الاحمر قشر؟ قال لي ما تقولي يا هشام. هو ده عشان قرتي كبيره؟ هو انت شايفني تخينه؟ لا يكونش عاجبك قصه شعري. او ما يكونش عاجبك قصه شعري. او ما يكونش عاجبك قصه شعري. They even think I look like Miley. هو ده عشان شعري مش اصفر ولا عشان مونوكيري الاحمر قشر؟ قولي ما تقولي يا هشام. بعد ما عملت التيك توك اكيد برضو حصل يعني حصل هي من قبليها اصلا من قبليها كانت فعلا مشهوره جدا 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 على تيك توك وكل ولما عملتها طبعا الموضوع كان ألزز والزز وبالذات ان ناس كتير قوي متابعه المسلسل ده. انا نفسي اتفرجت عليه الصراحه وعجبني قوي.